إلى فلسطين، أقلعت طائرة محملة بمساعدات إماراتية ترسم شعاع أمل يضيء محنة كورونا ويوثق لحظات تضامن إنساني عابر للحدود والتصنيفات. حلقت أجنحة الرحمة الإماراتية متخذة من فلسطين بوصلة وهدفاً مشحونة بقيم المحبة والإيثار وبـ 14 طناً من المساعدات الطبية الطارئة. تأتي هذه المساعدات تزامناً مع خطط الاستجابة لاحتواء وباء كوفيد-19 في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحد من انتشاره. شملت الإمدادات مستلزمات الحماية الشخصية ومعدات طبية بالإضافة لعشرة من أجهزة التنفس الاصطناعية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن. يذكر أن دولة الإمارات لم تغب يوما عن مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه في جميع مراحل قضيته العادلة التي ظلت ثابتة ضمن أولويات سياساتها الخارجية. وهذه الطائرة ليست سوى امتداد بديهي لمواقف خالدة أرسل لبنتها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتعتبر الإمدادات الإماراتية وعودا لطالما قطعتها قيادات دولة الإمارات، أهمها الدعم والمساندة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة بدولة مستقلة عاصمتها القدس. تترجم مواقف إماراتية أزلية تختزل قيم الأخوة والتضامن والعروبة.